الافتتاح ديال هذه المحطه ديال ولاد زيان اللي كتعرفوها اكبر محطه في المغرب، هذا افتتاح استثنائي وجا في واحد الظروف اللي كانت فيها الحاجه فعلا باش تفتح هذه المحطه نظرا للظروف الاقتصاديه اللي كيعرفوها المهنيين اللي هذه سنه ما اشتغلوش، كذلك الحاجة المواطنين المغاربه باش يتنقلوا عند العائلات ديالهم. وكتعرفوا هذه المحطه كاكبر محطه في المغرب الافتتاح ديالها ما ساهلش، اذا درت واحد المجموعه ديال الاجراءات، واحد المجموعه ديال الاعمال وديال الاشغال اللي درت ديال هنا في المحطه بما فيها التعقيم، النظافه، واحد المخطط ديال السير داخل وخارج المحطه، وهذا الشيء بطبيعه الحال بالتعاون مع جميع المتدخلين مع السلطات المحليه ديال عمله مقاطعه الفداء على راس السيد العامل مشكور، كذلك رجال الامن اللي قاموا بواحد المجهود جبار، وايضا مصالح ديال وزاره النقل، المحطه، الموظفين ديال المحطه، هادشي كله راه كتشوفوه. اللي كنركزوا عليه هو انه اليوم هذه المحطه راه كتحل بشكل استثنائي ولكن بشروط، شروط اللي خصنا نحترموها، خص المواطنين يحترموها، المهنيين يلتزموا انهم يحترموها، حنا راه معاهم دابا تنشوفوا واش داكشي محترم ولا لا، المواطن كذلك خصهم يحترموها. فعلا اليوم كانت المحطه الطرقيه ولاد زيان تعيد الافتتاح ديالها بعد مده ديال التوقف او الاغلاق اللي دامت سنه ونصف، بعد عده اجتماعات مسترسله مع السيد عامل عماله اقليم الفيدا مر السلطان، تم التوافق على اعاده فتح المحطه الطرقيه ولاد زيان وفق الشروط وتوصيات، وكذلك الالتزام بدفاتر التحملات المكلله الينا كل في اختصاصه. فبالنسبه للمسيري المحطه اليوم الجماعه الحضاريه لهم دفتر تحملات يجب ان يلتزمون به، وهو فرض التباعد بعد بين الركاب، وقع عمليه ضبط الحالات ديال عفوا ديال الاليات من اجل قياس الحراره، المساله ديال النظافه، تعقيم المحطه الى اخره. بالنسبه للمهنيين فيجبون ان يلتزمون بدفتر التحملات الخاص بهم، هو في نسبه الملء داخل الحافلات اللي كتكون في 75%، وضع الكمامات بالنسبه للسائقين والمساعدين، ولوج الركاب من الباب الخلفي للحافله والنزول من الباب الامامي باش ما يوقعش واحد الاكتضاض داخل الحافله. كل هذه المسائل يجب ان نسهر عليها جميعا كمهنيين وكسلطات وكجماعه حضاريه حتى تستمر المحطه الطرقيه ولاد زيان في العمل ديالها. كانت فتره عسيره على النقال وعلى المهني بجوج وعلى السائق وعلى حتى المستخدمين، كانت فتره عسيره بزاف، والنقال باغا باش يقاد الامور ديالو خاصو واحد العام ونص ولا ديال، لان كاينه تراكمات ورجع الديون ورجعوا الشيكات ورجعوا الطريطات ديال التامين وديال البنوات وديال الماتيريال، والشغيله ضاعت في الرزق تاع وليداتها، لان كتعرفي النقل خدام بحال العطاش، خدم كيتخلص ما خدمش ما كيتخلصش. المحطة ملي كانت ما كايناش كانوا محنين نحنا بزاف، وكانوا الكيران مجليين، كان الواحد لا كان بغى يركب 50 درهم تيجيو الكورتية تيركب 100 درهم شفارة، وكو كان معقول وبقات المحطة راه كامل نركبوا شوية. أنا مسافرة غادا المول البرقي كاردي مثلا ربعات مول البرقي، قطعت في الكيشي، تدابير مزيانه، تيسولوا على التلقيحه، تيسولوا على داك الباس اللي كيدير على قبل كل شيء، دايرين زعما داك الشيء زوين مقاد، كاين كل شيء، وهادشي كل شيء في صالح المواطن، ما كاينش مخالفات ولا شي حاجه ما كاينش.